ما معنى الشهادة يا شيخ صالح؟ الشهادة معناها الاعتراف والإقرار بعلم ويقين أن الله جل وعلا وحده هو المستحق للعبادة دون ما سواه، هذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله، أي أقر وأعترف وأعلن أنه لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل، وأن عبادة من سواه باطلة أيا كان، هذا معنى الشهادة. نعم.